في التداول هناك عادات وتقاليد لازم تتعلمها، وفي التداول هناك عادات وتقاليد لازم تتجنبها وتشيلها بعيد عين. في بعض العادات صعب تتحكم فيها أو صعب تتغير، لكن هذا الكتاب راح أعطيك بشكل مجاني، وهذا الكتاب أقوى كتاب حول العادات السيئة أو كيف تكسب العادات الحميدة. أتومك هابت راح أعطيك بشكل مجاني إذا كتبت في التعليقات كلمة كتاب ونشرت هذا الفيديو لربيعك. أتمنى فعلا تستفيد من هذا الكتاب، وبالتوفيق جميعا.